جود ما شاء الله. يعني سجلنا امبارح اسمنا في القنصليه، اتصلوا بينا بالليل في نفس اليوم الحمد لله، قالوا لنا 11 الصبح حضور المطار والحمد لله. الحمد لله جينا بالسلام. التفاصيل بقى التنقلات ايه اللي حصل بالظبط؟ احنا اصلا في بورسودان مش في الخرطوم، وبورسودان امنه الحمد لله، يعني الوضع فيها كويس مش زي الخرطوم. لا بصراحه جهود جباره 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 يعني بجد. يعني احكي لنا لحد ما حضرتك وصلتوا هنا يا فندم، ازاي تواصلتوا مع السفارة؟ اتصلنا عليهم قالوا تعالوا سجلوا أساميكم، سجلنا أسامينا، مفيش 8 ساعات طوالي حضرتك يعني جت الطيارة، يعني الساعة 8 قالوا الساعة 11 صباحا تكونوا في مطار بورسودان. لا طبعا الأوضاع صعبة جدا، مفيش كهرباء، مفيش مية، مفيش أكل، مفيش شرب، كل المحلات مقفولة، السوبر ماركتس مقفولة، الدنيا كانت صعبة جدا، عيشة صعبة قوي، الضرب في كل حتة، وكانت الظروف صعبة جدا في المعيشة يعني. طيب بعد كده اكيد القنصلية المصرية اكيد انت تواصلت معاهم؟ احنا تواصلنا اوريدي مع القنصلية المصرية في الخرطوم والسفارة وسيادة السفير والقنصل، بصراحة كانوا على اتم استعداد على تقديم اي مساعدات يعني، والحمد لله اول ما جت فرصة للاجلاء الحمد لله توفقنا ان احنا جينا يعني. برأيك شايف ان القوات المسلحة عملت ايه بالظبط؟ انت رأيك ايه في وجود؟ لا طبعا قامت مجهود كبير جدا في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها دي، لا طبعا مجهود مشكور يعني، وبنشكرهم واحنا من غيرهم ولا حاجة يعني. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامتك. الله يسلم حضرتك. كل تمام صحتك كويسه؟ الحمد لله. الحمد لله بخير. الحمد لله. ايه الاخبار يعني؟ احكوا لنا تفاصيل العوده كانت عامله ازاي. والله الحمد لله العوده كان تابعنا مع القنصليه وخلصت خلال 24 ساعه الحمد لله يعني، على طول كان اخذوا اسامينا امبارح المغرب، والساعه 10 الصبح كنا موجودين في المطار ان احنا نخلص الاجراءات بتاعه السفر، والطياره حضرت المطار الساعه 1، ركبنا على طول والحمد لله يعني ادينا وصلنا بالسلام الحمد لله. الحمد لله على السلامه. ما كانش في اي مشاكل؟ لا ما كانش في مشاكل، الاجلاء تم بسهوله خالص والدنيا كانت تمام. انتوا برضو في بورسودان مع زميلكم محمد في نفس السكن؟ نفس السكن. كنتوا بتتواصلوا؟ السكن جامعي اصلا. السكن جامعي. سكن جامعي. بتتواصلوا مع بعض باستمرار انتوا كطلبه مصريين في الخارج؟ احنا معظمنا في السودان كلنا على جروبات مع بعض، فكلنا عارفين معظم المعلومات عن بعضنا. تمام. بلغوكم انتوا هتيجوا مصر امتى؟ هو اللي كان فيه كلام ان فيه اجلاء على كذا مرحله بس ما كانش تحدد لها ميعاد، فهو السفير سياده الكونسل امبارح بعت لنا على الجروب ان في اخلاء يوم الاثنين النهارده، فخلال 24 ساعه تم الاخلاء وتمام الدنيا. طيب عظيم. كل زمايلك وصلوا بالسلام الحمد لله. لسه في اللي هي الدفعات اللي جايه من الخرطوم لسه، بس دوت كان تواصلنا مع الكونسل برضه، انا كنت متواصل مع الكونسل استاذ سامح، قال هيبقى في طيران تاني اجلاء يعني في مراحل اجلاء اخرى يعني. لينا زميلنا اسمه الدكتور صابر نصر الدين، كان توفى سكري، كان الله يرحمه يعني، من 3 ايام تقريبا، 3 ايام كان المفروض كان في جرعه انسولين ياخدها بس ما قدروش انهم يوفروها بسبب الازمه اللي حصلت دي، وما قله الحركه عموما ممنوع ينزلوا، فالله يرحمه يعني. الأوضاع كانت صعبة جدا يعني، الحمد لله احنا كنا بنتعرض لصعوبات كثيرة، لكن بتوجيهات فخامة الرئيس فتاح السيسي وبوجود خلية من العمل الكبير من جهاز المخابرات العامة والأمانة العامة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الري، تم تكوين إدارة أزمات، مجموعة من إدارة الأزمات لبحث المشكلة وحلها، وبالفعل وصلوا لنا الحمد لله، وكان في متابعة دائمة وتنسيق دائم مع القنصل هناك ومع السفير هناك، والحمد لله وصلوا إلينا. احنا كنا في منطقة صعبة جدا، كنا تحت الضرب، كنا ما بين خط النار، ما بين الجهتين اللي بينهم بعض حرب ضارية يعني، والحمد لله وصلوا إلينا وعرفوا يوصلوا لنا، وتم التنسيق وتم نقلنا لمكان آمن، ومن ثم تم نقلنا إلى مطار دنقلة، ثم تم وصلنا إلى وبعديها وصلنا إلى أرض الوطن الحمد لله. بنشكر فخامة الرئيس جدا، وبنقول له مصر عمرها ما بتترك أولادها خلفها أبدا. وصلنا دنقلة، اتصلنا بقنصل السفارة، الحقيقة اتصل بوزارة الخارجية، قال تروحوا مطار دنقلة الحربي هتلاقوا فيه طيارة موجودة وتجوا فيها، وفعلا نفذ بالتمام، الطيارة جات الساعة 3 واستنينا باص تاني جينا مع بعض، والحمد لله. وأنا أحيي طبعا الجيش المصري خير جنود الأرض، ربنا يبارك فيهم يا رب،
بقيادة الزعيم القائد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالنسبة للشعب السوداني الشعب الطيب نتمنى لهم التوفيق والهداية وربنا يوفقهم يا رب. اتحركنا بالباص لولاية دنقلة وبعد كده لقينا السفير بعت لنا رسالة ان احنا نتوجه لايه المطار دنقلة عشان فيه طيارة. وطبعا رجال القوات المسلحة تحية إجلال وتقدير منينا ليهم على رأسهم طبعا سيادة الفخور فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائد أعلى القوات المسلحة. جميع أعضاء القوات المسلحة تحيا مصر. صراحة الناس ما كانوش مقصرين معانا في أي حاجة. لقينا التسهيلات مش عارف يعني الواحد عبر بأي كلمة اللي احنا بنقول تحيا مصر. ونتمنى ان احنا دايما نكون في تقدم وازدهار تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.